谁都犯。السيد والي جهة الملف الأخرى وعن قضية كما تم تسجيل سنة 1835 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1594 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 28906 أي بنسبة 97.31% من المسجل و 92.37% من الرائج. بخصوص المحكمة الابتدائية للقيم صالح، خلال السنة الماضية تم تسجيل 13046 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1914 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 13046. تم تسجيل 2188 قضية في القضايا الجمهورية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 840 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 14,035 قضية أي بالنسبة للقضايا المحكومة من المسجل بلغ 100.54% ومن الرائج بلغ 91.21%. كما عرفت المحكمة الابتدائية بقسم التد والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية تشكيل 6,964 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 656 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 7,093 قضية وتم تسجيل 8,443 قضية في القضايا الجمعية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 575 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 8,510 أي نسبة 101.14% من المسجل و 93.66% من الرائج. بخصوص المحكمة الابتدائية بأنزلان مع المراكز التابعة لها مركز دمنات ومركز بزوق وأيت عتاب وروميزخ وتقلت وأفولاد تم تسجيل خلال السنة الماضية 14523 قضية في القضايا المدنية مع مخلفين عن سنة 2021 بلغ 1012 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 14567 قضية. تسقي موظفة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال توشيحها بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.